طيب تفعل الكويست شباب، يلا ندخل. طيب في تغيير في المكان قبل كل شيء شباب، نبغى نخليه فحص كامل بما انه كويست قصير، نبغى نتاكد في تغيير في شيء في المنطقه. بيرد موجود، نقدر نكلمهم؟ لا ما نقدر نكلمهم، يعني لازم نروح الاشاره الحمراء على طول. معلش الصفراء. لوتس اها. طيب هنا في اختيارات يا شباب في اليسار، في اختيارات في اليمين. طيب هنا يقول لي ار يو اوكي دونت، هنا يقول له يعني لا تستمع له او انه يطمن عليه، خلينا نختار هنا ار يو اوكي. طيب وهنا دريفتر، عندنا اختيارات مختلفة يا شباب، راح نختار انا هنا للمساعدة. يلا انا هنا للمساعد. This isn't just a bad memory, is it? This is new. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. This is. I'm not leaving you alone with it. You, my child. انتم اطفالي. Indifference wants to take. I want to let it. I feel only the call. You, my champion. بطلي. Please, drown out that noise that beckons. If any other answers the call, no, it has to be you. Our paradox. Okay. طيب يا شباب صراحة قالت كلمات حلوة صراحة. تقول أنت طفلي وأنت بطلي. بطلي هو يوم انقذها في كوست نيو وار، وهنا طفلي ليش؟ لأنها معتنية فيه من صغره وكانت تحميه، فالحين كلهم يحترموها مرة، يعني هي ضحت في القصة وقصتها حلوة صراحة، فكان الحوار بينهم مرة حلو. يلا خلينا نشوف. اوكي ندبل الكلام، كان مرة ممتاز يعني في تأثير، يعني اللي فهم القصة طبعا، الكلام اللي فاهمين القصة، من الناس اللي مو فاهمين القصة ما يدروا ايش الطبخ. اوكي على مسافرة، هذا دخلني المبنى حق 1999، هذا المرافق حق الشخصية الشريرة والله ناس اسمها. طيب نقدر نتمشى في المنطقة. اوكي يبغوني الحق ذا، طبعا انا مختفي يا شباب. طيب انا مختفي تمام. المباني مهجورة. طيب شباب انا ودي استكشف، انت بتقول الكويست قصير صح؟ ودي استكشف، ناخذ لفه في المنطقه ولا نختصر؟ البس الحين هذا مو شايفني لحد الان. اوه قام يسرع. طيب وقف هنا. طيب اذا كان ما خلاص الاستكشاف بخليه لكم انتم، بنشوف الكويست اول شيء، انت شوف الكويست اذا كان ما عمرك شفته، والاستكشاف خلوه عليكم، انا لاني استكشفته قبل كذا في التونيكون المنطقه دي شفتها كلها وعارفها، يعني عارفها شكلا لكن فوائدا مش عارف شيء، اختفى. طيب نقدر نستكشف الحين؟ لا لحظه. طيب تمام ندبل. رجعوني.
Do you hear it? هل سمعته؟ The calls of angels, devils, life itself. It's grown so loud. It tries to follow in his footsteps through time. You must find him first. يجب أن تحصل عليه أولا. طيب خلاص؟ أوكي أوكي. الكلام شكله بيكون عند هذا. هذا بيكون خصمنا الجديد يا شباب في اللعبة. الكويست انتهى. أوكي الكويست قصير زي ما قلت بالفعل. طيب خلينا نشوف ايش بيصير بعد الكويست. لوتس باقي واقفة هنا. ما نقدر نكلمها، بتكون واقفة. أوكي. طيب تقريبا كذا الكويست. طيب يا شباب انصحكم بما انكم شفتوا الكويست الحين فاضي، ما في شيء، ما في قتال ولا في شيء، انصحكم تستكشفوا المنطقه بعد ما تدخلوا هناك وبعدين الحقوا ورا البسه، تمام؟ لان لما بعدت عنها طلعت عليها علامه صفراء، فعشان كذا انا انصحكم انكم تستكشفوا المنطقه وتفهموها قبل يبدا العالم الجديد. اوكي الحين يتكلمون. ايش بيصير؟ اقدر اقدر اكلمهم. طيب ايش بيصير لو اكلمهم؟ اها الباونتيات. خلاص 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 كذا خلصنا الكويست كامل. ما في شيء جديد عندك هنا؟ شيء جديد؟ خلاص خلاص نرجع يا شباب، كذا خلصنا الكويست حق لوتس وسلامتكم.